وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، رحبوا معي بضيفنا رجل الأعمال الأستاذ محمد فوزي. بداية أستاذ أهلا وسهلا فيك. أهلا بيكي. بداية أستاذ بدي تعرفني عنك وعن بداياتك مع البزنس. أهلا بيكي. أنا اسم محمد فوزي. أوكي، جيت هنا للإمارات سنة 2008. بدأت الفيوتشر كارير بتاعي مع شركة من أكبر شركات التأمين اللي موجودة في العالم، شركة مالتي ناشنال. الحمد لله توفقت ان انا اكون واحد من التوب بيرفورمانس الموجودين في الميدل ايست. اوكي، على مدار من 2009 لحد 2015. قررت بداية من 2014 ان انا ابتدي اشوف ماي اون بزنس، اشوف اغير الكارير من ان انا موظف ان انا ابتدي اتملك ماي اون بزنس. كان عندي فيجن ان احنا نحاول نسهل للناس المستثمرين اللي بيجوا من بره الامارات ان هم يجوا يدخلوا سوق الامارات بسهوله، على اساس ان دوله الامارات هي ارض الفرص، ونكون احنا سوليوشن ان يقدر اي مستثمر او اي شركه صغيره او متوسطه او كبيره يدخل السوق بسهوله عن طريق فكره الشركه بتاعتنا اللي هي شركه ويس كونسلتنسي. فنقدر نقول كده ان فكره ويس كونسلتنسي هي بزنس هاب مسؤول عن تسهيل الإجراءات لأي حد حابب إن هو يدخل السوق. بدأنا الشركة فعلياً في 2015. أستاذ محمد، شو الخدمات اللي بتقدموها بالشركة؟ الخدمات زي ما قلت بشكل عام هي عبارة عن بداية من تأسيس الشركات، أوكي، بالدراسات الجدوى، الاستشارات البنكية برضو. برضو في حاجة فكرة احنا عاملينها فكرة ممتازة جدا، ان معظم الشركات اللي بتكون موجودة في السوق بيكون عندها تارجت بالنسبة ان هي توصل لحجم المبيعات، بحيث ان يكون ده المؤشر لنجاحها. فاحنا ممكن في عندنا قسم مختص جدا بالجزئية دي، ان احنا نقدر نعمل ماركتينج استراتيجي، ان احنا ازاي نقدر نساعد الشركات اللي موجودة ان هي توصل للجولز بتاعتها اللي هي السيلز ريفينيوز. فدي من ضمن الحلول برضو اللي احنا بنقدمها، زائد ان احنا ان شاء الله ناويين على اول 9 نبتدي لانش فكرة الريال استيت بروكر WIS Properties. اوكي، وفي ان شاء الله فكرة ان احنا خلال السنة الجاية نكون ديفلوبر من الديفلوبرز الموجودين في الماركت، وان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله. استاذ محمد، في ظل المنافسة الشديدة في دولة الامارات، كيف تميزتوا عن غيركم بالخدمات اللي بتقدموها؟ احنا بنحاول ان احنا نقدم very professional service to our clients، وبنحاول نساعد الكاستمرز ان احنا نكون key of their success. يعني احنا بنشتغل للكلاينت كاننا بنشتغل لينا بالظبط. فبنحاول نشوف ان احنا اولا نوفر السوليوشنز اللي هي تسهل على العميل ان هو يفهم السوق ويدخل السوق. ثانيا ان احنا بنحاول نساعد ان احنا نطور ونخلي العميل يوصل للأهداف اللي هو بيدور عليها. عشان كده احنا سمينا WIS is the key of your goals. This is our main target. ان احنا نوصل العملاء للجولز اللي هم بيدوروا عليها. بعد النجاح اللي وصلتوا له، شو خططكم المستقبلية؟ خططنا المستقبلية ان احنا ان شاء الله بنحاول نتوسع في الخدمات بتاعتنا. ان احنا نحاول نقدم للكاستمرز بشكل عام كل السيرفيسز الخاصة بالبزنس. Full Service Solutions. زائد ان احنا بنحاول ان احنا نتوسع ان احنا نكون ديفلوبر في الماركت. استاذ محمد، انت كرائد اعمال وصاحب خبره، شو بتنصح اللي بده ياسس عمل داخل دوله الامارات؟ اكيد دوله الامارات هي ارض الفرص، اكيد هي احسن دوله في المنطقه، الناس تقدر تيجي تشتغل فيها، تبتدي كيانها كرائد اعمال. اوكي، وأشجع أن لا جمدوا قلبكم وادخلوا، والبزنس مفتوح وإن شاء الله موفقين. طبعاً أحب أتوجه برسالة شكر وتقدير لحكام الإمارات الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد. طبعاً إحنا من الفرص الكويسة جداً إن إحنا موجودين هنا على أرض الإمارات العربية المتحدة. هي أنا بسميها أرض الفرص، هي أحسن مكان وأحسن هب يعتبر موجود في الميدل إيست لأي حد فعلا عاوز يبتدي أي استثمار أو حابب إن هو يشتغل ويبتدي الفيوتشر كارير بتاعه. ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. أستاذ محمد، بالنهاية بدنا نخبر المشاهدين كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الشركة. إحنا بالنسبة لنا اللوكيشن موجود حاليا في شارع الشيخ زايد، فندق ذا تاور بلازا نيكست تو إمارات تاورز مترو ستيشن، مكتب 1204.
زائد ان في الموقع الالكتروني بتاعنا ورقم التليفون لو حابين اي تواصل خاص باستشارات البيزنس بشكل عام. احنا بنقدم فري كونسلتيشن ونتشرف بيكم اي وقت. نتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم يا رب استاذ محمد. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه. دمتم بخير وفي امان الله.